السلام عليكم. في سؤال بيقول البيم مانجر لازم يكون عارف كل التطبيقات وكل التخصصات اللي لها علاقة بالمشروع ككهرباء ومعماري ومدني. أكيد لأ، هو مش بيشتغل لوحده، هو معاه ناس موجودة في كل التخصصات. يعني هو ممكن مثلا هيكون معاه ناس مثلا متخصصة في المعماري، الإنشاء، الكهروميكانيكال، رؤساء أقسام، وممكن هو مثلا يكون ماسك قسم الاستراكشر، فمش محتاج حد لو هو مهندس استراكشر، فبيبدأوا يكملوا بعض. إنما هو بيبقى مركز على لو في حاجات مثلا مشتركة بين الأقسام، أو لما يحصل كلاش بين حاجة ايه المفروض اللي هو يتحرك وحاجات زي كده. بيبقى عارف في كل مشروع ايه اللي المفروض يتعمل الأول، يعني من الخبرة بيبدأ يعرف ايه الحاجات اللي هو يركز عليها في كل قسم. انما مش هيعمل حسابات في كل الأقسام ومش بيبقى فاهم كل حاجة، بيبقى فاهم الحاجات اللي هو محتاج ان هو يديرها. بالاحتكاك بتبدأ تركز على بعض النقط المعينة، تعمل ضغط مثلا على المعماري ان هو يخلص اجزاء معينه عشان بقيه الاقسام تشتغل. لو في كلاشات يعرف ايه اللي يتحرك وايه اللي صعب انه يتحرك وهكذا.